نلتقي بكم مجددا في هذا الجمع الكريم، ونحن نعطي الانطلاق لافتتاح محافظة موقع لوكسوس الأثري الذي يحتل مكانة متميزة في مشهد المغرب القديم لكونه عرق الحواضر بالمملكة وأحد أقدم وأنشط المراكز الحضارية في زمانه على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وهو بذلك يجسد نموذجا حيا لعراقة تراثنا وأصالتنا حضرة السيدات والسادة. إن هذا الموقع الذي يحمل كل مكونات ومؤهلات التراث العالمي يضعنا أمام مسؤولية وطنية جسيمة تستدعي إحكام المقاربة لحفظه على أصالته للأجيال القادمة ورد الاعتبار له والتعريف به تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالموروث الثقافي وبالتراث الحضاري للمملكة. من هذا المنطلق فإني أعتبر افتتاح هذا الموقع بتهيئة جديدة ومندمجة يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير المواقع الأركيولوجية، مرحلة ارتأيناها بعد سنتين من التشخيص والمعاينة الميدانية لواقع المواقع الأثرية التابعة لقطاع الثقافة، والتي تبين لنا من خلالها أن مجهود الحفظ لضرورة الصيانة واحترام الماضي فقط دون الحرص على ربطها بمنافع يستفيد منها المجتمع والاقتصاد المحلي والوطني أصبح أمرا متجاوزا. لن يفضي في النهاية سوى لفوائد محدودة قياسا بالمال والجهد المستثمرين، وفي هذا السياق لا بد أن أستحضر مقتطف من رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة للمشاركين في الدورة 23 للتراث للجنة التراث العالمي بمراكش في 26 نوفمبر سنة 1919، حيث أكد جلالة الملك أنه لا بد أن نؤكد مرة أخرى على ضرورة اعتماد رؤية ديناميكية بخصوص هذه الحماية قوامها إدماج التراث في مشاريع التنمية وليس فقط تنحيطه في إطار رؤية تقديسية للماضي. انتهى كلام جلالة الملك، وهو إعلان سبق بسنوات عدة إقدام منظمه الأمم المتحدة على إدراج الثقافة ضمن أهداف التنمية لأول مرة في جدول الأعمال الدولي للتنمية المستدامة في شتنبر 2015، والذي وصفته اليونسكو آنذاك بالاعتراف الغير المسبوق بعد سنوات من الاقتصار على الركائز الكلاسيكية للتنمية المستدامة وقتها، وهي الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لقد أكدت التجارب الرائدة في العديد من الدول أن حماية التراث الثقافي من جهة وتوظيفه للمساهمة المباشرة في تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة في نفس الوقت غاية ووسيلة، فالتراث الثقافي عامة يشكل موريد غير متجدد يجب حمايته وإدارته بكل عناية من خلال وضعه في مكان الصحيح بوصفه أولوية في برامج العمل التنموي. فنجاح أي تدخل في مجال الحفظ يجب أن يتجاوز الحل التقني لإطارة عمر الشواهد والبقايا الأثرية، ليأخذ بعين الاعتبار أيضا مستوى تعزيز وتثمين معنى الموقع. ولبلوغ هذه الغاية نحن مقبلون على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لقطاع الثقافة. نسعى من خلاله إدراج مهام جديدة لمديرية التراث الثقافي ومصالحه الخارجية ليواكب تحديث وتحيين منظومة تشريعية الخاصة بالتراث، ولربط القول بالفعل. أخبركم بأن قطاع الثقافة بصدد التحضير لإجراء استشارة وطنية حول التراث الثقافي والتنمية على منوال الاستشارة الوطنية حول الثقافة والتنمية سنة 2014، وذلك لتجميع وتحليل التصورات مركزيا وجهويا ومحليا. يساهم فيه كل الفاعلين
الذين لهم صلة بالتراث الثقافي من إدارات عمومية وجماعات ترابية وجامعات ومراكز البحث العلمي وفعالية المجتمع المدني. في ختام هذه الكلمة لا بد لي أن أعبر لكم عن تقديري العالي للجهود المبذولة لإنجاح هذا الحفل الكريم من قبل السلطات المحلية ممثلة في السيد عام الإقليم والسيد رئيس مجلس المدينة والسيد رئيس مجلس إقليمي، كما لا يفوتني أن أنوه بفريق عمل مديرية التراث وكل قطاع الثقافة الذين شاركوا في التحضيرات لتأهيل الموقع بحلته الجديدة في زمن جيد وجيس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.